كمل يا شباب. النظريه الاساسيه لفضل التكامل خدنا اول فكره منها ايجاد مشتقه التكامل. ايجاد مشتقه التكامل خدنا اثبات صحه. اثبات صحه مطبقه باستخدام اشتقاق التكامل. النوع الثالث من المسائل اللي هو يطلب مني سؤال عن الداله اللي داخل التكامل. الداله اللي داخل ايه؟ التكامل. قلنا الحصول على اف اكس او الداله اف اللي داخل التكامل بالاشتقاق. اشتق الجمله كلها او اشتق المعدل الكامل. الحصول على اف اكس او اف سمول عن طريق اشتقاق التكامل. فلما اجي اشتق او بالاشتقاق وطبق القاعده تحتي قلنا بدل التي عوض بكام؟ 2 اكس ضرب مشتقة المتغير اللي عندي هنا بكام؟ ب 2. بكده هشتق الطرف اليسار. هشتق الطرف على اليمين بكام؟ 3 اكس تربيع ناقص 5. ماشي الحال؟ طيب احنا كده اشتقينا بس فيها كام؟ 2. اعمل ايه؟ اقسم على 2. القسمة على 2 في الطرفين هتبقى اف 2 اكس هتساوي 3 اكس تربيع على 2 ناقص 5 على 2. كده احنا جبنا الدالة نفسها. طب ايه السؤال؟ عايز اف ال 2 تبع شريك اف تاني نشتق لها تكامل المعادلة كلها. طب نشتق ازاي؟ ها؟ بكتب الداله اللي جوه التكامل زي ما هي. بدل التي بكتب الداله بتاعتي او ال 2 اكس. ضرب مشتقة ال 2 اكس بكام؟ ده الطرف اليسار. اشتقت الطرف اللي على اليمين. 3 اكس تربيع ناقص 5 او 7 صفر. صح كده؟ انا عايز اف لوحديها. اعمل ايه في ال 2 ديت؟ اقسم على 2. صح كده؟ طيب خلصت اشتقاق ابدا احقق المطلوب. وطالب مني اف ال 2. لما يطلب مني اف الاثنين اعوض عن اكس بكام؟ ها؟ مين يقول لي؟ علي. ممتاز. وجوه المعادله بتاعتي اللي جوه هنا كام؟ 2 اكس وانا عايز كام؟ 2 بس. يبقى نضع اكس بكام؟ فاهمين يا شباب؟ نضع اكس بواحد. هيبقى اف 2 في 1 يساوي 3 على 2 في 1 تربيع ناقص 5 على 2. اذا اف ال 2 يطلع معايا بكام؟ يطلع معايا بسالب 1. واضحه يا شباب؟ تاني ولا ايه؟ واضحه. طب لو انا مثلا هات لي اف 6 اقعد اكسب 3. اف ال 1 اقعد اكسب سهله. ممتاز. الطلب الثاني او المطلوب الثاني عايز اف شرط الاربعه. يبقى اولا اجيب مين؟ اف شرطه. طيب ركز في دي كويس. يبقى احنا عندنا اف اكس او اف 2 اكس اللي عندنا بتساوي 3 على 2 اكس تربيع ناقص 5 على 2 صح؟ عايزين نجيب اف شرطه يبقى اشتق بالاشتقاق. ولما انا اشتق يا شباب مين اشتق معايا؟ انا 3 اكس. لا الطرف ده الاول مين اشتق معايا؟ نكمل شويه بالاشتقاق. اذا اشتقنا المعادله بتاعتنا اشتقت اف ال 2 اكس مين فكرنا يا شباب؟ اف شرطه اف شرطه ال 2 اكس ضرب 2 مشتق بالاخر الخاص الترم الاول اشتق الداله ما داخل القوس نفس ما هو ومشتقة ما داخل القوس يساوي 3 على 2 في 2 اكس ناقص نفس ما عملنا. اقول له اف شرطه 2 اكس يساوي نبسط ده هيطلع 3 اكس على كام؟ على 2. طب والتاني نشتق هنا صح؟ ما عايز اشتق الاف اشتق الاف
اف شرطه ومشتقه في داله القوس. عشان ده داله جوه داله. الاثنين تروح مع الاثنين يبقى كام؟ اقسم على الاثنين اذا اف شرطه 2 اكس يساوي 3 اكس على كام؟ على 2. جبنا المشتقه. عارف اف شرطه كام هو؟ 4. اكس نعوضها بقى كام؟ 2. يبقى نضع اكس يساوي 2. اذا اف شرطه 4 هتساوي 3 ب 2 على 2 يساوي 3. سهل الفكره يا شباب. اوكي؟ سهل. ناخد فكره زياده؟ لو جاب لي فكره يا مول من اكس لواحد اف اوف تي زائد 3 دي تي يساوي اكس تربيع ناقص 5 اكس. وقال لك اوجد اف الاثنين. نحاول ناخد انواع الاسئله اللي بتدور بنفس الاطار بس باشكال غير مختلفه شويه. نعمل ايه يا شباب؟ نسمع كده يا شباب علي. صورت المعادله عشان انا متغير التعليق هو الاساس فتره فتره متغير. طيب لو انت رتبت المعادله من هنا علي بتعمل ايه؟ حطيت سؤال صعب هنا؟ ممكن احطها هنا. عادي فكر من غير الاسئله من البدايه خالص. ارتبها حسب النظريه بتاعتنا من الثابت المتغير. اسمها نظريه حل يا شباب. وبعدين لا يا استاذ انا هعمل ايه؟ هشتق على طول وهتطلع صح؟ ده صح وده صح. طيب يبقى هنا هنجي نرتب السؤال. يبقى تكامل من 1 اكس اف اوف تي زائد 3 دي تي يساوي سالب غير اشارات الطرف الثاني. مفهوم يا شباب؟ يبقى هنا ترتيب التكامل ماشي الحال وتغيير اشارات الطرف الثاني. طيب وبعدين نعمل ايه؟ فاهم خالد؟ نشتق. نشتق. طب مشتق ده بكام؟ ها؟ اكس. مكان نحط الاكس والثلاثه تنزل زي؟ طيب. نشتق المعادله بتاعتنا. اذا اشتقنا الطرف ده عطاني قلنا بدل تي نعوض اكس يبقى اف اكس زائد 3 اشتق الطرف اليمين يبقى سالب 2 اكس زائد كام؟ طيب اشتقينا اعمل ايه؟ 5 من 3 عندي 3 نصف الناحيه كده مش هبقى سالب يبقى اف الاكس يساوي سالب 2 اكس زائد 2. خلصنا المشتقات ابدا اجاوب اللي عايزه وعايز مين؟ اف الاثنين يبقى نعوض على اكس ب 2 يبقى اكس بيساوي 2 يبقى عندي اف ال 2 هتساوي سالب 2 ضرب 2 زائد 2 يطلع معاك سالب 2. الفكره الثالثه في الجزئيه يا شباب ان هو يسالك سؤال ازاي؟ يقول لك اذا كانت تكامل من صفر لاكس اف اوف تي دي تي يساوي اي 2 اكس زائد 3 اكس ماشي الحال وقال لي اوجد معادله. ركز فيه شويه شويه انا بحاول اقدم بين الافكار خاصه اللي هي خاصه بالتربيه اللي فاتت. معادله المماس للداله اف اكس عند اكس بيساوي صفر اوكي. جبت طبعا عشان معدل المماس محتاجين ليه يا شباب؟ المين والمين؟ اللي هو بشرط اكس صح؟ ونقطة اللي هي اكس واحد واي واحد صح كده؟ من البداية هعمل ايه؟ اشتق عشان اجيب الكف نفسها كده؟ يبقى اشتق التكامل ده عشان احصل على ايه؟ على الاف اكس نفسها. يعني فكرة افكار متنوعة بس كلها نفس البداية اللي انا عايز اوصلها ان بالاخير عندي تكامل واشتق.
كل الافكار لها نفس المنبع بس يزيد عليها خطا واثنين. ده اللي انا عايز اوصل له. اذا فهمنا الاساس اقدر اطلع مع السؤال وين ما يروح. طيب بالاشتقاق يبقى اف اكس يساوي مشتق الداله الاسيه نفس الداله ضرب مشتق الاس زائد مشتق الداله اكس بكام؟ 3. كده احنا وجدنا مين؟ الداله. تمام؟ نبدا نحقق المطلوب اللي هو عايزه. عايزين نجيب مين؟ هقول له ام في دي اف شرط اكس تساوي نفس الداله الاسيه ضرب مشتق الاس زائد كام؟ صفر. اذا الميل بيساوي طب اكس بكام؟ مدينا اكس بصفر. يبقى الميل هيساوي 2 في 2 ب 4 اي اس 2 ضرب صفر يطلع بكام؟ ب 4. يبقى احنا جبنا الايه؟ الميل. عايزين نقطه اقول له اكس 1 بيساوي صفر اعوض في الداله الاصليه عشان نجيب واي 1 يبقى 2 اي اس 2 في صفر زائد 3 يطلع معاك 5. يبقى الميل عندي بكام؟ 4 والنقطة بتاعتنا 0 وكام؟ 5. يبقى الميل بيساوي 4 والنقطة عندك 0 و5. إذا معادلة المماس هقول له إيه يا شباب؟ واي ناقص واي 1 بيساوي الميل في إكس ناقص إكس 1 وخلص السؤال. تمام يا شباب؟ نكمل شباب النوع التاني من الأسئلة المشهورة على النظرية الأساسية يمكن أشهر سؤال وأهم سؤال وما جاش لعمر في الامتحانات بس تقريبا كان كل الامتحانات السابقه كان موجود وان شاء الله السنه دي هيبقى موجود اعتقد يعني في كتير جدا من الخواص ويقدر السؤال ده يشمل اكتر من درس تكامل واحاطه ويجيب ماكسيمم ومينيمم وقيمه متوسطه وايضا يجيب لك خواص احنا خدناها في الترم اللي فات من تزايد تناقص التقاعد الاعلى والتقاعد الاسفل وتطبيقات فيزيائيه يعني هذا السؤال بنسميه سؤال شامل اقدر احط فيه 10 مهارات فسؤال مهم وسهل جدا الحمد لله بس الفكره ازاي افهم السؤال وكيفيه التعامل معه. ارجع تاني للنظريه بتاعتي عندي داله على صورة التكامل من ثابت لايه؟ لمتغير تمام؟ لو طلبت منك السؤال اف في الاثنين هتيجي على هنا المعطى اللي عندك تقعد على اكس بكام؟ 2 صح؟ صح؟ هتقول لي يا استاذ اف في الاثنين عباره عن خلينا مش شمال يمين مش كويس. اف الاثنين اف كابيتال الاثنين هتقول لي يا استاذ اف كابيتال الاثنين كانها تكامل من 1 ل 2 للداله اللي عندي. اذا لما يسالك عن اف كابيتال اكس اصبحت على صوره ايه؟ تكامل صح؟ طب التكامل ده وانت عندك رسمه هيجيبه استخدام ايه؟ يبقى اذا اول فكره السؤال عن اف كابيتال اكس يكون عباره عن ايه؟ تكامل باستخدام المساحات. اول فكره ان السؤال عن اف كابيتال عباره عن صوره تكامل والتكامل من الرسمه باستخدام المساحات اما بجهه قيمه المساحات او بالخواص. تمام كده يا شباب؟ يبقى اذا كاين السؤال عايز المساحه من واحد لكام؟ الشكل ده عباره عن ايه يا شباب؟ مثلث. يبقى اقول له يساوي نص القاعده عندي في الارتفاع يطلع معايا بواحد. اذا اف كابيتال 2 بكام؟ واحد. طيب يسالني سؤال كم مره عايز اف كابيتال الواحد؟ اف كابيتال الواحد يعني ايه؟ تكامل من واحد لواحد. كانه تكامل من واحد لايه؟ يساوي صفر. يساوي صفر. اذا اي سؤال عن اف كابيتال نفسها بيبقى عباره عن تكامل والتكامل هو استخدام الايه؟ المساحات. صعب؟ ممتاز. السؤال الثاني جاء على اف شرطه. قال لك اف شرطه الثلاثه. تعال هنا لو اشتقينا الجمله دي السؤال عن اف شرط اكس هضطر اشتق الجمله دي اما اشتقها اف شرط اكس عباره عن مين؟ اف اللي جوه التكامل صح؟ اف اكس عباره عن مين؟
عن رسمه او المحاماه صح؟ يبقى لما اسالك عن سؤال من الرسمه هتجيبه ازاي؟ صوره صح ولا لا؟ يعني اف شرطه 3 كانها اف سمول 3 كانها صوره الرسمه عند الثلاثه الصوره بكام؟ يبقى كده نسخ الاثنين. اذا السؤال عن اف شرطه اكس كانه سؤال عن مين؟ اف سمول اكس كانه بيسالني عن صوره الرسم. يبقى السؤال ده يكون من الرسم ها؟ ايجاد صوره. واضحه؟ سهل. اول حاجه السؤال عن اف كابيتال قلنا ده عباره عن تكامل والتكامل عباره عن مساحات. السؤال عن اف كابيتال داش قلنا ده بيديني اف سمول اكس واف سمول هي الرسمه يبقى بجيب صوره الرسمه. طيب السؤال الثالث او النوع الثالث اللي اسال عليها لو بيسالني عن اف دبل داش اف شرطه بتساوي اف سمول طب اف دبل داش اكس اف شرطه الرسمه هيبقى طب اف شرطه اكس كانها اف شرطه سمول يبقى المشترك دي الثانيه يا شباب يبقى الاف شرطه هتساوي اف شرطه اكس صح؟ طب اف شرطه ازاي اشقها؟ اشتق الرسم ايا كان بقى تزايد تناقص ركن ناب قمه قاع اي نوع من الاشتقاق عشان كده الرسم ده مهم ده في تقاعد كمان يبقى اذا لما يسالني عن اف شرطتين ها السؤال رقم اربعه اف شرطتين الثلاثه ونص هتقول لي ده مشتقة الرسم اروح على الرسمة عن ثلاثة ونص خط افق مشتقته بكام؟ صفر طيب لو زودت جزئية قلت لك هات لي اف شرطتين الأربعة ها غير معروف ماشي ها ليه غير معروف؟ ليه؟ ركن نفتكر بقى هو ركن لو في شرطتين الأربعة دي كأنها اف سمول شرطة الأربعة هنقول له غير موجودة لأن اليمين لا يساوي اليسار لأنها ركن إشارة اف شرطتين الاثنين صورة رقم ستة رقم ستة يقول لك إشارة اف شرطتين الاثنين ها سالي ليه؟ تناقص ممتاز بس انا عشان اجيبها لازم اروح على المفتاح ده الثلاث جمل دول يا شباب بسميهم انا مفتاح الحل في المساله دي اول ما تلاقي السؤال كده تكتب جنبهم الثلاث دول اف كابيتال تكامل مساحه اف شرطه مشتقة صوره الرسمه اف شرطتين مشتقة الرسمه بعد ما تكتبهم حل كل الاسئله ولا سؤال تغلط فيه ان شاء الله يبقى اشاره اف شرطتين هتقول له سالبه ليه يا استاذ؟ لان الداله تناقصيه يقول لي مثلا سؤال تقعر الداله اف كابيتال اكس فضربت تقعر الداله اف كابيتال اكس لعام احنا بنركز مع سؤال بس ما عندناش مشكله خالص بص كده فترات تقعر اف كابيتال اكس لاعلى ارجع قبل ما افكر في حل السؤال اترجم الجمله دي فاكرها يا شباب؟ امتى الاف امتى داله ايا كان اسمها تكون مكعره لاعلى؟ حد يفتكر؟ مشتقه ثانيه ها؟ مشتقه ثانيه موجبه صح كده؟ يعني تقعر الداله الاعلى اذا كانت مشتقه الثانيه مالها؟ صح كده؟ يبقى انا عايز الفتره اللي فيها اف شرطتين موجبه اروح على السؤال بتاعي اف شرطتين اللي هو اف شرطه اللي احنا سميناها يا شباب ايه؟ مشتقة شفت يعني اذا ترجمت السؤال صح حليت ممتاز
الاساس ده التقاعد ده بتاع الترم اللي فات، ولو جاي معانا في المنهج في امتحانات الوزاره كل انواع الاسئله اللي النوع ده هناك هدربك عليها هناك. ليه؟ لان ده فرصه يعني بالنسبه لوضع الامتحان فرصه ان هو عنده في سؤال واحد جاب لك نظريه اساسيه وجاب لك مساحات وجاب لك تقاعد تزايد وتناقص، هو عايز اكثر من كده ايه؟ وسهل واضحه؟ سهله جدا بس عايز تركيز، عايز واحد فاهم. اذا افشل ترم مجرد اجي على الرسم تحت مشتقة الرسم. امتى الرسم دي مشتقتها مجرد؟ المشتقة موجبة تقول يا استاذ ده كان المحل الاعلى صح؟ صاعد اعلى من كام لكام؟ 4 ل 6. يبقى الفترة بتاعتنا من 4 ل 6. سهل تمام؟